السلام عليكم الأخوات الإخوان اللي كيتابعوا القناة ديال سهل مهل للجميع، قناتي وقناتكم. دائما كنرحب بكم، واليوم جيت نقدم لكم أسرع وألذ وأخف ويعني أرخص وجبة يعني تقدري ديريها لوليداتك، اللي هي نديرو البطاطا على شكل كيك على شكل قلب، وغنديرو كويغطات فيهم الروز وفيهم السردين، يعني نقدمو السردين بطريقة مغايرة. بالنسبة للبطاطا، سلقتها نقيتها ومعكتها، خليتها شوية غليظة، ما غاديش نمعكها مزيان، غادي ديري فيها التوابل اللي كيعجبوك. انا هنا درت الملحة، الثومة، البزار، درت شوية ديال الجوزة، درت البصلة مقلية هي والفلافل بالألوان، درت واحد جوج وممكن ديري كتر ديال فرماج يعني قطع، البزار، الربيع، درت شوية ديال الموطارد، وغادي ندير البيض باش غنجمع هاد البطاطا هادي. على حسب البطاطا اللي عندك غادي ديري البيض. انا هنا درت 4 ديال البيضات باش كتجي متماسكه مع بعضياتها. غنخلط هاد العناصر كلهم، ممكن تزيدي الطون، تزيدي مثلا الزيتون، تزيدي الكورنيشون اللي بغيتي. انا هادشي اللي عندي ديسپونيبل. غناخد مول ديال القلب وغندير كاغيط ديال الزبده في الطاوه، وغادي نعمر هذاك القلب، غنإيطاليه مزيان. كما كتشوفوا عندي الدوائر ديال المطيشه، غادي تقليهم شويه في الزويته ديال البلديه او زيت المائده مع الثومه، الربيع، البزار مليحه. واللي غادي نديرهم فوق هاد البطاطا هادي قبل ما ندخلها للفران. واللي بغى يزيد الفرماج محكوك، يعني كل ما زدتي فيها كل ما كتزيد تلداد. صافي، كنحاول نستف هادوك الدوائر ديال مطيشة اللي ديجا قليت. ومن بعد غادي ندير لها شوية ديال السودانية، كل واحد يدير العطرية اللي كيبغي، وغندخلها الفران باش تطيب ديك يطيب داك البيض، وغنخرجوها من بعد. بالنسبة عندي السردين، غندير ليه الكمون والملحة، وغندير ليه الزعتر، وغندير عصير الحامض. هادو 4 ديال العناصر اللي كندير في السردين باش ما كيتخمش على المعده، كيجي رائع، كيجي خفيف، كتاكلي منه شحال ما كليتي ما كيضركش، يعني ودغيا كيتهضم. من بعد السردين غندير له هاد العطريه، هاد القامه هادي، من بعد ما غسلناه وحيدنا ليه السنسور ديالو، كندوزوه في الطحين ديال الزرع الكامل بالنخاله ديالو، وغادي نقليه في شويه ديال زيت العود او لا ديريه في الفران حتى كيطيب. كما كتشوفوا ما كنكترش فيه القامة باش كيبقى فيه هذاك المذاق ديال الحوت، كتذوقيه ملي تكوني كتاكليه يعني. والكمون والزعتر راه ماشي شي عطريه مجهده، دونك كنديروا هكا في طاوه الفران، اولا كما قلت لكم كنقليه في شويه ديال زيت العود. هذه الطريقة كنديرها، كنقلي مطيشة والفلفلة وتندير الحوت وكنقليهم في طاوة واحدة، كيجي ولداد
اللذات ديال الحاجة كتلقاها في الحاجة الأخرى. غناخدو الروز، غنديرو ليه التومة، الربيع، البزار، شوية ديال القزبر حبوب، شوية ديال السودانية، شوية ديال الموطارد، وكنجمعو هذا الروز هذا. اللي بغى راه يزيد فيه شوية ديال الفلفلة الحارة، كنضيف ليه شوية ديال زيت الزيتون، وكنزيد له شويه ديال البصله مقليه هي والفلفله الصفراء او لا حمراء باش كيلددو. كناخد هاد لي كاسيت هادو ولا هاد الكويخه ديال الحلوه، كندير فيهم شويه ديال الزيت وكنعمرهم بهذا الرز هذا، يعني كندير معلقه في قلب كل كاغيط كما كتشوفوا. وغادي ناخدو السردين من بعد ما طاب، يعني كيجي بحال لا مقلي، وكنديرو طريفات ديال السردين في هذوك الكويختات بالطريقه اللي كتشوفوا. كما كتشوفوا بالنسبه للحوت فضلت نخدم باليد ديالي، كيعجبني نقيس يعني الماكله ملي كنكون كنصوبها كتجيني اسهل ما نستعمل الملعقه. دونك من بعد كنحطوا شويه ديال الرز فوق هذاك السردين، واللي بغى يدير ليه الفرماج محكوك ماشي مشكل، كيزيد يعطيه لذة. صافي كندخلوه للفران شويه باش يتناسقوا دوك المذاقات. كنحاولوا غير التزيين، كنديروا دوائر ديال الفلفل الاصفر من بعد ما قليته شي شويه في الزيت، وكندير واحد طوماط سوغيز باش كنعطيو اللوينات للطبق ديالنا. كنتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم، ونخليكم مع التقديم ديال الطبق. نتمنى تجربوه، واللي باقي ما اشتركش عندي، انا ما كنبغيش نقولها، اللي باقي ما اشتركش عندي يدير اشتراك، يدير لايك، ويخلي لي تعليق محفز باش تشجعوني. وكنشكركم دائما على المشاهدين الاوفياء ديالي، وبلا بكم قناه ساهل ماهل للجميع، راه ما كتسوى حتى شي حاجه. وشكرا على المشاهده.